أشوف أنا DNA أو أشوف RNA أو أدرسهم بشكل عام. يعني رح نحكي أكتر عن Molecular Lab. تمام، هلأ الابليكيشن اللي رح ندرس عنها أو التطبيقات اللي رح نعملها في اللاب اللي إحنا رح نحكي عنها هي عبارة عن الإلكتروفوريسيس والديناتوريشن للDNA والهايبريدايزيشن والدوت بلوت ساذرن بلوتينج والRFLP. حنحكي عنهم واحدة واحدة in details في اللكتشر هاي. هلأ أول إشي الإلكتروفوريسيس، عندنا إشي اسمه الجل إلكتروفوريسيس. الجل إلكتروفوريسيس بعتمد على الدي ان اي، كيف بمشي الدي ان اي تبعنا او كيف. هلا رح نحكي عن الدي ان اي كيف بمشي او كيف البانز بيمشوا في الدي ان اي. هلا بشكل عام عندنا الجل الكتروفوريسيس هو عباره عن جل، تمام، بتمشي فيه الول. هلا شو يعني ول او بيكون فيه ولز؟ الولز هما عباره عن اشي زي صحن، تمام، او زي خلينا نحكي المكان اللي بحط فيه البانز او الدي ان اي اللي انا بدي اشوف كيف بده يمشي. هلا بيمشي اصلا from anode to cathode، اوكي، من النيجاتيف للبوزيتيف بيمشي. هلا اللينث والبيوريتي للدي ان اي بنطلعهم من الجل الكتروفوريسيس. ليش؟ ليش بمشوا او بنقدر انه نحسبهم؟ لانه هلا كل ما كان الدي ان اي اقصر وكان بيوريتي اكثر رح يوصل اسرع للبوزيتيف بارت. لما يوصل للبوزيتيف بارت اسرع، لما بيوصل للبوزيتيف بارت اسرع بمشي بيكون مشي مسافه اطول، فهيك انا بقدر اشوف اللينث تبعه كم كان والبيوريتي تبعته كيف كانت. يعني البيور اكثر هو اللي بيمشي في البفر اللي هو الجل، البفر اللي بيكون حوالين الجل، تمام، بيمشي اسرع. اوكي، هلا الدي ان اي مولكيولز عنا اياهم هما بيختلفوا في اللينث وبيمشوا از باندز زي ما حكينا. هلا في عنا اشي ستاندرد سايز ستاندرد، في عنا السامبلز اللي انا بدي امشيهم التجربه تبعتي. هلا بيس بير يعني كم في بيس بير في الدي ان اي. اللينث تبع الدي ان اي بنقيسه باي بيس بيرنج، اوكي. ايتش باند كونتين 1000 تو مليونز اوف كوبيز من الدي ان اي فراجمنت من نفس الطول تبعهم، اوكي، بس ممكن يكونوا نفس الاشي او ممكن يكونوا يختلفوا بشغله معينه فيهم. هلا اول اشي احنا بنصبغ الدي ان اي. ليش؟ عشان نقدر انه نقراه، يعني نشوف هو كيف عم بيمشي بالجل. الداي اللي بنصبغه فيها اسمها ايثيديوم بروميد، ماشي، او بنعمل له ليبلينج باي راديو اكتيفلي الاتومز او مش الاتومز، العناصر الراديو اكتيف اللي موجوده في الجدول الدوري اللي بنعرفهم، بعمله ليبلينج باي راديو اكتيفيتي. هسه ليش؟ عشان يصير يعمل بيعطي اشعاعات من الراديو اكتيفيتي، تمام. It is common that DNA standard is used to determine the length of examined DNA molecule. يعني DNA standard تبعتي هاي هي اللي بستخدمها عشان اشوف كم الطول. يعني مثلا اذا اجينا حكينا هون انه عندي هاي طولها 1000 بيس بير، السامبل 2 عندها باند طولها 1000 بيس بير وهاي عندها باند طولها 1000 بيس بير. هلا 850 بس عند سامبل 2، سامبل 3 ما فيها، 750 سامبل 1 ما فيها، سامبل 2 فيها، 600 سامبل 2 ما فيها، سامبل 3 فيها. سامبل 2 مثلا موجوده هون عنديها بين 600 وال 200، بدي اقدرها تقدير اذا ما كان الرقم عندي يا موجود، اوكي. في عند ال 100 وال 200 ولا موجوده ولا عند واحده. سو البيوريتي تبعتهم كل ما مشيت مسافه اطول، فمن هنا انا بستنتج انه 2 بيور اكثر من 3. طب اللينك تبعهم بدي اجمع ال 1000
مع 850، مع هاي اللي هي زيادة، ممكن تكون 500، هي أقرب لـ 500 أو 450. وهون بدي أجمع الـ1000 مع 750 مع 600 وأشوف مين اللينك تبعته أطول. أوكي، في فيديو هون لازم تشوفوه، عشان هذا عشان تشوفوا كيف بتصير العملية تبعتهم، الإلكتروفوريسيس، الكونتنت تبعت الإلكتروفوريسيس. طيب هلأ الدي إن إيه ستينينج، عن الإثيديوم برومايد، بإيش بعمل ليبلينج؟ بعمله ريد، يعني هو أصلا أزف إنه الدي إن إيه لونه أزرق. لما بعمله ستينينج باي إثيديوم برومايد بصير لونه أحمر. أوكي، أو هنا إذا عملت ليبلينج للدي إن إيه إنه بصير فلورسنت. أوكي، يعني بصير بضوي أو بالمع. light absorbs of nucleic acids absorbance sorry الأروماتيك بايريميدينز والبيورين بيقدروا إنهم يأهلا، هم البايريميدين والبيورين هم النيوكليوتايدز أو نيتروجين بيسز يلي موجودين في الدي إن إيه، تمام؟ بيقدروا ياخدوا يو في لايت، that peak absorbance is at 260 نانومتر الويف لينث. أوكي، اللي ممكن انهم ياخدوه. هلا الابزوربنس ثابت. اوكي، بنضرب ال 260 انجستروم في ال 1 لكل وحده، بيعطيني باليو جي بيرمل هاي سنجل ستراندد مع الدبل ستراندد ابزوربنس اون ستاكت بيسز مع الستاكت بيسز. اوكي، هنا it is the difference between single stranded مع double stranded. هلا single stranded بتكون لما ما بتكون double helix بتكون عندها space أكتر إنها تعمل absorbance من إنه لو كانت double helix. هلا كيف نحسب ال concentration؟ 0.1 ضرب 10 ضرب 50. هلا 50 من وين جبناها إحنا؟ what is the concentration لل double helix؟ okay 50 ملي جرام بير ام ال من هاي اللي فوق، لانه الدبل ستراندد معروفه انها 50. اوكي، هلا السنجل ستراندد بيكون الابزوربنس لها اعلى من الدبل ستراندد، هذا اهم شيء انه نعرفه. والبيك تبعتهم وين بتكون؟ عند 260. اوكي، الترانزيشن تمبريتشر او الميلتينج تمبريتشر فاكتورز انفلونسينج تمبريتشر، شو الاشياء اللي بتاثر في التمبريتشر؟ عندنا اللينك، عندنا الجوانين مع السيتوسين بيرز، عندنا الهيدروجين بونز، وعندنا البيس ستاكينج كمان، قديش هما مرتبطين مع بعض او موجودين مع بعض. عندنا البي اتش كمان، وعندنا السولتس والايونز، وعندنا الديستابلايزنج ايجنتس لايك الكالين سوليوشنز والفورم اميد واليوريا. هدول كلياتهم فاكتورز بتاثر في التمبريتشر. اوكي، تمام. هلا اذا عملت له دي ناتوريشن يعني بدي افك ال، هي اول ستيب عشان اعمل او ازيد عدد الدي ان اي. برضه كمان لما هي عكس عمليه الهايبريدايزيشن، تمام. هلا العملية الديناتوريشن اني افك الدبل هيلكس لتنتين شريطين، يعني كأنهم كل واحدة سنجل ستراند لحالها. الهايبريدايزيشن اني اربطهم مع بعض، اوكي، او اني اجيب اربطهم مع بعض، او اني اجيب الدي ان اي الاول اركبه مع الدي ان اي مع دي ان اي حدا تاني عشان اخلط. اوكي، هلا الهايبريدايزيشن كيف بتصير؟ الهايبريدايزيشن عنا ال DNA from different sources بنجيبهم مع بعض، يعني عندي DNA في sample 1، عندي DNA في sample 2، as if انهم هذا DNA انسان اللي في sample 1 واللي في sample 2 DNA 4 مثلا، جيت حطيتهم مع بعض. هلا ايش اللي راح يصير؟ اول اشي حينفكوا عن بعض، بصير فيهم ديناتوريشن، كل السيكونس هاي بتصير سنجل ستراند، هاي بتصير سنجل ستراند لو كانوا دبل ستراند، تمام. هون حيصير وحدة سنجل ستراند، بعدين حيطلع في عندي اشي دابلكس من هاي لحالها، يعني اشي بيور، حيطلع عندي دابلكس من هاي، بس برضو حيصير في عندي هايبريدايزيشن بين الازرق وبين البينك، تمام.
can be imperfect when temperature is low أو salt concentration is high. الشغلتين اللي بيأثروا في الهايبريدايزيشن وبيخليه ممكن إنه ما يزبط عندنا ال temperature is low أو salt concentration is high، يعني واحدة منها، يا بيكون تركيز الملح عالي أو بتكون درجة الحرارة واطية. Okay, hybridization reaction can occur between any two single stranded nucleic acid provided that they have complementary nucleotide sequence. يعني إذا لقيت GTA لازم يكون مقابلها CAT. إذا كان هذا موجود في الستراند الأولى والثانية موجود في الستراند الثانية ممكن إني أعمل hybridization. Okay, it is used to detect and characterize specific nucleotide sequences. يعني عشان إذا في عندي جين مثلا أنا مش عارف شو تشفيرته أو في شيفرة أنا مش عارف لأي جين موجودة، يعني هيك أو هيك بالعكس، بروح بعمل hybridization عشان أشوف شو التريتس الجديدة اللي رح تطلع عندي. Okay. Controlled by changing the temperature، بغير temperature بغير hybridization، والionic strength less solutions، والجي مع السي كونتنت. هلا الجي مع السي كونتنت هذا اشي كتير مهم انه الكونسنتريشن تبعهم يكون بالانس، خلينا نحكي نوعا ما. اوكي هلا عندنا البروب. وات از البروب؟ البروب هم عبارة عن سوري oligonucleotides، هم بالبروبز اللي بدنا ندرس عنهم. هلا الاوليجونيوكليوتايد حكيناها من قبل في السيتولوجي، كان لها دخل في بلاد جروب A. هلا البروب هو عبارة عن short sequence من single stranded DNA، تمام، oligonucleotide بنسميه، بتكون complementary ل small part من large DNA. ال hybridization reaction use labeled DNA probes to detect larger DNA fragments. يعني ببلش فيها أو بكون عارف إنه this is my start point اللي بدي أنا أبلش منها. Okay. غالبا بيكون radioactive برضو. تمام. هلا اوكي هلا اذا حطيت ال DNA في ال well، تمام، under strict conditions، هذا ما حكي ما حيطلع. هلا لو هنا single mismatch، هلا المسماتش هاي single mismatch sweetened conditions positive result test هاي stringency. طيب اوكي هلا under strict conditions هون عندي هاي ما زبطت طلع فيها غلط، هاي المس ماتش اوكي انها سنجل مس ماتش، بس هاي المس ماتش حتعمل ميوتيشن، بس الثانيه عملت لي بيرفكت ماتش. اوكي يعني ما كان في ولا غلطه. اوكي concept to know، اذا كانت المام لونها بلو الليل وعندها براون الليل، يعني هي اصلا she's carrying البراون الليل والبلو الليل هو اللي ظاهر عليها، والفادر نفس الاشي، البيبيز اللي رح يجوا هيجوا عندنا ناس عندهم براون، هيجي عندنا ناس عندهم بلو. اوكي بس برضو هون حيكون في كمان عندهم سن تاني بلو الليل وذ براون الليل. اوكي سو هذا اسمه باديجري. اوكي فعلا شيء اسمه الليل، الليل اللي هو الصفة الموجودة على أو زوج الجينات اللي موجود على الكروموسوم، هذا بنسميه قليل مختص بتريت معينة، لايك مثلا هون عندنا الاي كالر. هلا ايش اللي بيصير؟ في عندنا قليل دوميننت وفي عندنا قليل ريسيسيف. هلا الدوميننت اتس نيد 1 عشان يبين، يعني ممكن اذا كان دوميننت وبس موجود واحد عادي رح يبين، بس ريسيسيف لا اتس نيد 2 عشان يطلع، يعني لازم يكون عند الفادر والمذر نفس الميوتيشن عشان يطلع البيبي فيه ميوتيشن. اوكي اذا كان ريسيسيف طبعا. هلا تكنيك تو انفورم دوت بلوت. اوكي هلا الدوت بلوت هي تكنيك عشان نعرف سبيسيفيك سيكونس ذات از كومبلمنتري تو ا بروب نون سيكونس اكزيست ان لارجر دي ان اي. يعني هلا انا مش عندي بروب، حكينا عنه قبل شوي، بدي اعرف شو ال السيكونس الثانية يلي موجودة في ال DNA الطويل، خلينا نحكي بحط بلوت من ال DNA supported and labeled the probe is added if binding occurs the sequence exists. هلا بنحط ال DNA تبعنا وبنحط ال probe،
اوكي هلا مجرد اذا ارتبط الدي ان اي اللي موجود عندنا اياه مع البروب اللي انا حطيته اللي هو راديو اكتيف يعني راح يعطيني فلورسنت، معناته الكومبلمنتري سيكونس تبعت البروب هي موجوده. هلا البروب ما هو انا اللي صنعته، انا اللي حطيت السيكونس تبعته، فرح اكون عارفه شو الكومبلمنتري لإله. يعني اذا حطيت انا اي سي تي جي الكومبلمنتري راح تكون لإلها اي سي تي جي يعني تي سي اي جي تي جي اي سي، هيك حتكون الكومبلمنتري. فاذا جي اي جي سي تي اذا كانت موجوده في اللارج دي ان اي حيعمل فلورسنت، وحكون عارف انه هي موجوده. اوكي هلا diseases detections by ال ASO اللي هم القليل specific oligonucleotide، هاي اوكي. cystic fibrosis اللي هو ال whole genomic DNA is spotted on a solid support زي النايلون membrane او زي الويل، تمام. وبنحط بنعمل hybridize with two ASO one at time. اوكي يعني هاي normal ASO اوكي، وهي عندي الديتكشن اللي بدي اعمله، بجيب دي ان اي منهم وبجيب ال cystic fibrosis جينوم. اوكي اتس نوت جينوم لا cystic fibrosis، بس انه يعني ال دي ان اي المسؤول عن cystic fibrosis او الميوتيشن المسؤول عن cystic fibrosis. هلا هوموزايجوس نورمال وهيتيروزايجوس هيتيروزايجوس هيتيروزايجوس، هدول كلياتهم كان في الهيتيروزايجوس كان فيهم يعني اشي نوت نورمال. اوكي كان في اشي له دخل في سيستيك فايبروسيس، بس في واحد منهم طلع عنده سيستيك فايبروسيس، so they are carrying the allele for cystic fibrosis. اوكي تمام. هلا سينك هذا لينك لكم. هلا southern blotting this technique is combination من الدي ان اي جل الكتروفوريسيس مع الهايبريدايزيشن، هاي استخدمها عشان اطلع ال دي ان اي سيجمنت كومبلمنتري للبروب، الكومبلمنتري تبعت البروب لان البروب انا بعرف شو السيكونس تبعته والسايز للدي ان اي فراجمنت. اوكي الساذرن بلوت، هلا الساذرن بلوت كيف بتصير؟ بيكون في عندي دي ان اي، هلا دي ان اي بحط له انزيم اسمه دي ان ايز، دي ان ايز بعمل دايجستشن للدي ان اي اوكي بكسره. هلا الدي ان اي هذا اللي تكسر بروح بحطه بجل الكتروفوريسز اجاروز جل مثلا مع محطوط تحتي بافر سوليوشن. هلا الدي ان اي فراجمنت از فانكشنال باي سايز سوري فراكشن باي فراكشنيتد باي سايز، سوري مو شايفه منيح. اوكي تمام. هلا بيصير له فراكشنيشن باي سايز، بيكون موجود بيبين تحت اليو في لايت لانه احنا اصلا بنقراه تحت اليو في لايت. هلا اللونجر فراجمنت حتكون فوق والشورتر رح تمشي. اذا حطيت الجل في ان اي او اتش اوكي نيتروسيلولاز فلتر جل اوكي سوري، اذا حطيت الجل في ان اي او اتش اللي ترانسفير جل تو نيوتروسيلولوز فلتر يوزنج سذرن بلوت، بس احطه على ال على ان اي او اتش بيكون في تحتي فلتر. اوكي الباندز هاي حتكون ارتبطت في الفلتر بيبر اللي موجودة عندي اياها. اوكي بتكون بالضبط نفس شكلها في الجل المفروض يعني. هلا بعدين كيف بدي اعمل هايبريدايزيشن؟ هايبريدايز فلتر جل مع الراديو اكتيفيتي ليبل دي بروب، بجيب الراديو اكتيف ليبل دي بروب البروب اللي عندي اياه سوليوشن بحطه في الكيس او في المكان اللي فيه ال سوري تمام. هلا بس ندخل الماتيريال البروب اللي موجود عندنا اياه راح مع الكيس وبنتركه فترة من الزمن راح يروح يرتبط مع الكومبلمنتريز لإله، فبالأخير لما بدي أروح أدرس under X-ray ما راح يبين عندي إلا اللي كانوا
صار لهم يعني attachment مع بعض. اوكي تمام. هلا هون البروب بيكون معلم عندي، والباند 1 مع البروب معلمه، والباند 2 مع البروب معلمه. هلا باند 2 مع البروب بالالكتروفوريسز طلع كم حيطلع عندي باند، كل الباند راح تكون مبينه ان اديشن تو اللي انا كنت معلمته او بدي اياه، بس في الساذرن بلوت بس بيطلع عندي بس الاشي اللي انا بدي اياه. اوكي ريستريكشن اندونيوكليازز. هلا هذا المسؤول عن قص الدي ان اي. اندونيوكليازز انزيمز ذات ديجريد الدي ان اي within molecules. restriction endonuclease هم bacterial enzymes تمام بيكونوا بيقصوا الفوسفودايستر بوند اللي موجودة في الدي ان اي between the nucleotide عند specific sequences زي عندي اياها من 4 ل 8 base pair restriction site تبعي generated restriction fragments. اوكي تمام. اي كور اي هو الاول و اوكي ريكوجنايز اند كاتس ويذن GAATTC. هلا اذا شاف هاي السيكونس بيقص من عندها، اذا ما شاف هاي السيكونس ما بيقص من عندها. يعني في الاولى هون عندي اياها ما راح يقص. اوكي هو انه بيقص دي ان اي بس بالسيكونس الاولى ما راح يقص، السيكونس الثاني راح يقص، راح يقصه لقطعتين. Restriction endonucleases can cut the same DNA strand several locations when ما لقى السيكونس اللي هو بيقص عندها بيقص. اوكي 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 DNA polymorphism individuals variation في DNA sequence genetic variant may create او may remove اي restriction enzyme recognition sites يعني المواقع اللي بتعرف عليها ال restriction enzyme بيشيلها. اوكي او ببدلها يعني او بجيب شيء ثاني. our cells are diploid والalleles اللي موجودين كان بي homozygous او heterozygous any DNA location or sequence ممكن يكون homozygous ممكن يكون heterozygous في اي مكان موجود. هلا restriction fragment length polymorphism ال presence of different DNA forms in individual generated restriction fragment length. هلا restriction fragment length polymorphism or ال RFLP اللي هي حكينا رح نعرف شو هي لقدام، عرفنا شو هي بس بالاول حكينا رح نعرف شو هي. individuals can generate restriction fragments of variable length this is known as molecular fingerprinting اللي هي بتعمل generation لل restriction fragments بأطوال مختلفة. اوكي can be detected by gel electrophoresis by itself or along with southern blotting. الجل الكتروفوريسز او جل الكتروفوريسز او الساذرن بلوتينج. طيب هلا هون اذا طلعنا على الهوموزايجوس انديفيدوال 4A هوموزايجوس هاي هوموزايجوس 4B او الهيتيروزايجوس 4A B حيكون في عندها باندز فروم A مع B. الباندز اللي كانوا مشتركين between A and B حيكونوا هم اللي موجودين. ان اديشن حيكون في باندز من B لحالها موجودة وباندز من A لحالها موجودة. اوكي DNA fragments that hybridize to the probe are detected electrophoresis بعدين southern blotting. بس الفراجمنتس اللي صارها hybridization مع البروب هي اللي راح اقدر اني ادرسها. اوكي هاي معلومة كتير مهمة ان نعرفها. يعني هون اذا هون اذا عملت لها electrophoresis عادي هاي الـ A كلها هاي الـ B كلها وهاي الـ A مع الـ B. طب اذا عملت لها southern blotting بس راح اشوف المشترك بيناتهم. اوكي
restriction enzyme can be used as diagnostic tool if a mutation that result in the development of disease. بتعمل generation ل distinctive restriction fragment. Okay. Then we can tell if the person is diseased as a result of this mutation. From which parent this allele is inherited. يعني إذا عملت restriction enzymes هاي استخدمتهم بقدر أعرف from which parent this allele is inherited with the person diseased as a result of this mutation. Okay. هلا في عنا diseases detected صار لها بال restriction enzymes. Sickle cell anemia. هي caused by mutation في ال nucleotide. Okay. فإن globulin gene نعرف إحنا سكلس الأنيميا إنه ال RBCs بتبطل بتقدر إنها تشتغل شغلها بشكل صح إنه بتبطل توصل أكسجين للتشوز عشان الهيموغلوبين مش موجود عندها أو إنه موجود مكسر. ال position للنيوكليوتايدز بيروح بيكون راح مع ال restriction site عشان هيك كان مش موجود. هلا ال individuals ممكن تكون عندنا homozygous with two normal alleles digested as A أو عندنا heterozygous or carriers of one normal allele and mutated allele digested as AS. Okay. هلا ال homozygous for the mutated allele or affected digested as S. شو هذا الحكي اللي حكيناه كلياته؟ هلا النورمال الليل عندنا اياه ممكن يكون عادي تو نورمال الليل هيهم بعدين بصير عندنا ممكن يكون ميوتيتد. اوكي واحد عادي واحد فيه ميوتيشن او هوموزايجس فور ميوتيتد الليلز اور افكتد يعني التنين ما مش التنين عندهم ميوتيشن يعني الاب عنده ميوتيشن والام عندها ميوتيشن. اوكي اوكي هون حكينا لو بدي ادرسهم. هلا الهوموزايجس وذ تو نورمال الليل بيكون عندنا يا الاي اي. اوكي هلا الاي اس سوري اوكي الاي اس اللي هم ممكن يكون عنده واحد فيهم عنده ميوتيشن والثاني نورمال والثالث اللي هم التو ار ميوتيتد هو عباره عن الاس اس. اوكي الاس اس كانت عباره عن الريسيسيف يلي في الاي اس مع الاي اس الثاني. اوكي paternity testing. اوكي هلا الباترنيتي تيستينج هي التيستينج يلي بتكشف عن الابوه اللي بنعرف البيبيز فيهم لمين. هو عباره عن ناخذ دي ان اي من الاب وبناخذ دي ان اي من البيبي وبناخذ دي ان اي من الام. هلا وي نو دي ان اي الام موجود عندنا الام موجوده بس انه بنعرف الاب. هلا لما نطلع دي ان اي تبع البيبي بنشيل الباند المشتركه بينه وبين الام بنشوف شو الباند المشتركه بينه وبين الاب. اوكي بنمشي على الباند كلهم طبعا مش على الباند وحده. هلا الفورنزيك خلينا نعرف عنها شوي. هلا الريستريكشن فراجمنت لينث بوليمورفيزم. اوكي هلا بيكون في عنا بلاد ستريم دي ان اي اكستراكتد فروم بلاد سيلز ريستريكشن انزيمز كليفج للدي ان اي بتعمل. هلا بس عملت كليفج للدي ان اي راديو اكتيف دي ان اي بروب برتبط. حكينا بنعمل الكتروفوريسيس بعدين بنحطه في ان اي او اتش بعدين برتبط في البيبر او في الممبرين اللي حطيناه نحطه في الاكس راي فيلم راح يبين عنا بلا سوري قبل الاكس راي فيلم بنكون حطينا البروب تبعنا بعدين بنحطه في عشان نقراه يعني هيك. اوكي هلا ريل كيسز هذولا عشان هلا هذا الحرامي. هلا عنا suspects 1 suspects 2 suspects 3. اوكي هلا بيكون في عنا الكرايم سين هيها وعندنا الفيكتم. هلا بنروح بندور على الباندز اللي مشتركين سوري الباندز المشتركة بين السسبكتد مع الأشياء اللي موجودة في الكرايم سين أو موجودة في الفيكتم. لايك إنه هون
فوتون هيك هيك، هاي 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 باند بنحط عليها خط، بعدين بنصير ندور وين الباند التاني، هاي باند بنحط عليها خط، اوكي. وهون اوكي، هاي مع هاي مع هاي. So it's four person. It's suspect one. I suspect one صراحة. Okay. وهيك هما بيقدروا يطلعوا المجرمين في الكرايمز، كيف بيعرفوهم. يعطيكم العافية.